بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم البيت الكبير. الحقيقه اليومين اللي فاتوا البرنامج كان اجازه زي ما حضراتكم عارفين، وشفت خلال اليومين او الثلاث ايام اللي فاتوا هري كتير الحقيقه وكلام كتير جدا وتندك كتير، والحقيقه انا كان نفسي جدا 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 اطلع من الاجازه اللي انا فيها عشان اطمن حضراتكم ونتكلم في كل حاجه. هقول لحضراتكم كلام مختصر وواضح وصريح. إدارة قناة النادي الأهلي كلهم من ولاد النادي الأهلي. لو اتكلمنا عن شركة لايف اللي بتدير القناة، كلنا الحقيقة ولاد النادي الأهلي. وزي ما بنقول دايما في حاجة مهمة جدا أرجع بيها لحضراتكم، مجلس إدارة النادي الأهلي هو مجلس بروح الفانيلا الحمراء. وبما إن الشعار ده اللي بيتخذه مجلس إدارة النادي الأهلي ده كمان نفس الشعار اللي بتتخذه شركة التي تدير قناة النادي الأهلي. مجلس إدارة شركة لايف هو مجلس بروح الفانيلا الحمراء. مجلس إدارة النادي الأهلي ومجلس إدارة شركة لايف دايما بروح الفانيلا الحمراء، وخدوا بال حضراتكم دايما إيد واحدة، دايما إيد واحدة. احنا منكم، احنا مشجعين للنادي ده، ولأننا منكم وعارفينكم كويس جدا جدا جدا، وعارفين كمان ايه اللي ممكن يحصل وايه اللي بيحصل، وعارفين نفسكم في ايه، وعارفين نفسكم تسمعوا ايه. احنا كمان بنعرف امتى نتكلم وبنعرف امتى نسكت. والبطل دايما يا جماعة هادي، بس هدوءه مطمئن، لان احنا عمرنا ما فرطنا في حقوقنا ولا في حقوق النادي الأهلي. بالعكس احنا دايما متمسكين بحقوقنا، ولكن بإيه؟ بالطرق الشرعية والقنوات الشرعية.